بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا مع ثمرات الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان. من ثمرات هذه الشجرة الطيبة كذلك عباد الله أن أهل الإيمان والتقوى مبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فما هي المبشرات في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والتقوى؟ من هذه المبشرات في الدنيا عباد الله محبة الخلق وثناء الخلق. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، فالناس يحبون أهل الإيمان والعمل الصالح، لا يحبون أهل المعاصي وأهل الشهوات وأهل الشبهات وأهل البدع والمنكرات. فهذه من مبشرات المؤمنين في الدنيا: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله، لا يرجو وجوه الناس، والله عز وجل يرزق الناس محبته. من المبشرات في الدنيا الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالمؤمن عباد الله يعمل لله عز وجل، والله عز وجل قد يريه من الرؤى الصالحة أو يري غيره له من الرؤى الصالحة. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، والمبشرات هي الرؤيا الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فذهبت النبوة بقى جزء منها، وبقاء جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة، فذهبت النبوة وبقيت المبشرات. المؤمن عباد الله يبشر أحوج ما يكون إلى البشرى، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والآية فيها قولان: القول الأول أن الذين آمنوا بالله عز وجل ثم استقاموا، والاستقامة هي التقوى والمداومة على التقوى، أي أن التقوى تكون ملكة للعبد، فلا يترك تقوى الله عز وجل في وقت من الأوقات ولا في عمل من الأعمال. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي في كل وقت وحين تزيل من قلوبهم الخوف، والخوف يكون من المستقبل، وتزيل من قلوبهم الحزن، والحزن يكون على الماضي، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والقول الثاني في الآية عباد الله أنها تتنزل عند الموت، والعبد عند الموت يكون أضعف ما يكون وأخوف ما يكون من الدنيا، أخوف ما يكون من الآخرة، وأحزن ما يكون على الدنيا. فتنزل عليه الملائكة في هذا الوقت تزيل من قلبه الخوف من المستقبل والحزن على الماضي وعلى أولاده وعلى ماله وعلى دنياه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، وملك الدنيا والآخرة. فعند ذلك يزول من قلوبهم الخوف والحزن، ويبشرون بجنة الله عز وجل
إنهم لفي الجنة وحلاوة البشرى في قلوبهم. وما زلنا مع المبشرات في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.